فوائد وأهمية الذكاء الاصطناعي. عشان نتكلم على فوائد وأهمية الذكاء الاصطناعي، موضوع صعب جدا بصراحة. كنا المفترض إن إحنا نمسك مجال، كل مجال من المجالات، مجال مثلا الزراعي، ونتكلم على أهم التطبيقات في الذكاء الاصطناعي فيه، مجال الصناعي وأهم التطبيقات، وهكذا، مجال الطب، مجال الإنشاءات، مجال في كل مجال بصراحة الذكاء الاصطناعي ليه إسهامات. وإن شاء الله هنعمل حاجات زي كده ونتكلم على كل مجال من المجالات، لكن دلوقتي عايزين نقول بشكل مجمل كده، لو حبينا نقول فوائد وأهمية الذكاء الاصطناعي، فلو حبينا نقارنه كده بالمجالات العلمية التقيلة اللي بقالها قرون زي الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، العلوم القديمة دي كلها، وجينا نقارنه بالذكاء الاصطناعي بس من ناحية التطبيقات أو الإنتاج اللي طلعه كل علم من العلوم، هنلاقي بصراحة إن الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة رغم إن هو ملوش مثلا 3 4 عقود ولا حاجة، هنلاقي له لأ مطلع تطبيقات أكتر بكتير جدا وسريعة جدا جدا جدا. والتطبيقات دي بتفيد ومفيدة جدا في جميع المجالات اللي إحنا اتكلمنا عليها، المجالات المختلفة وتطبيقات مختلفة، لأنه استغل حتى العلوم اللي موجودة دي بالفعل وبنى فوقيها، وطلع زي علوم الفيزياء استغلها وطلع منها أبلكيشنز، وعلوم الرياضيات وغيره وغيره وغيره. لكن لو حبينا كده نتكلم عن أهم التطبيقات أو اكترها منوره في الفتره الاخيره، هنلاقي مثلا السيارات ذاتيه القياده، سيلف درايفنج كارز، وما تحمله بقى من شغل كتير جدا بتاع ذكاء اصطناعي، من علوم خليط من علوم الذكاء الاصطناعي عشان تطلع العربيه دي، عشان تعرف تركن، او حتى عشان تعرف تمشي في الشارع، وبتعتمد على مثلا على المابز والطرق والبتاع، وبتتعلم كمان من الطرق دي فيها فتحه يمين، فيها، وبتتعرف كمان بالايمج بروسيسنج على الـ على الـ الحاجات الاعلانات اللي موجوده في الشارع، او حتى اليوفب بتاعه اشارات المرور، وبتتعرف كمان لو حد عدى من قدامها مباشره او حاجه، وفي نفس الوقت في سنسور بتتعرف على بعدها عن المطبات، عن العربات اللي جنبيها، عن الرصيف، طبعا كوكتيل كبير جدا من الذكاء الاصطناعي عشان يطلع لك عربيه زي دي. وكذلك طبعا في علوم تانية زي الروبوتس مشهور جدا جدا، اللي هو الانسان الالي في شكله، في حركته الانسيابيه او قدرته على التحرك، بكل بقى المعادلات الرياضيه والفيزيائيه اللي بيقوم عليها عشان تقدر تمشي بشكل صحيح، او يقع او يميل او بتاع، الاستجابه او اخذ قرار او الحركه في شكل معين او اداء مهام معينه، كل دي، او الفهم ساعات كمان، وممكن كمان يستجيب وممكن ينطق، وطبعا بيستمع للي انت بتقوله. وفي برضه الروبوتس اللي مش في شكل انسان، مش لازم ايدين ورجلين وبتاع، زي الروبوتس اللي بتقدر بنستخدمها في الحاجات اللي هي بتصعب على الانسان، العمليات الخطره زي الاماكن اللي فيها اشعاع، يمكن جهاز روبوت هو اصلا في الاساس يخش يجيب لي معلومه معينه ويطلع، او يمدد الاسلاك في الحتت الضيقه اللي الانسان صعب فيها جدا يمشي، او ان هو يساعدنا في الكوارث الطبيعيه، في عمليه الكشف عن الالغام، في حاجات كتير جدا ممكن يكون الروبوتس بيساعدنا فيها. فهم اللغات الطبيعيه اللي هي الناتشرال لانجوج بروسيسنج، بتستخدم طبعا حاجات كتير جدا في مجالات كتير جدا، زي من اشهرهم طبعا الشاتنج اللي بينك وبين الناس، دوت بيحصل له تحليل اوتوماتيك وبيعرفوا الكلمات اللي انتوا بتتكلموا فيها مع بعض، وفي الاخر بيطلع ملخص الناس بتتكلم على كذا والناس بتتكلم على كذا، والفئه العمريه دي بتتكلم على كذا، والبلد دي بتتكلم على كذا، والى اخره. طبعا الحاجات دي بيستخدموها في استخدامات كتير جدا، ده تطبيق من التطبيقات. في برضو عندنا برضو من التطبيقات الذكاء الاصطناعي الحاجات الخاصه بالمجال الطبي، بيستخدم الذكاء الاصطناعي جامد جدا جدا في تركيبات الادويه الحديثه وتكوينها، لانه بيقدر يتعرف على الامراض وتشخيصها، وبيقدر يقول ممكن التركيبات دي لو ركبت مع بعض تطلع نتائج افضل جدا، افضل جامد جدا. ده غير طبعا هو بيستخدم جامد جدا في التحاليل الطبيه والمعامل الطبيه بشكل قوي جدا جدا جدا. برضو عندنا في اتخاذ القرارات، عندنا الحاجات اللي فيها قرارات فيها احتمالات كتير جدا، دي تبقى صعبه على الانسان، يعني احتمالات في احتمالات في احتمالات وملايين ومليارات الاحتمالات. الكمبيوتر طبعا بيبقى قوي جدا جدا في ان هو يقدر يتتبع الاحتمالات ويطلع لك الاحتمال الصحيح، زي ما بيستخدم مثلا في فك الشفرات المختلفه في الكمبيوتر يعني. وفي برضو عندنا اتخاذ القرارات اللي بيبقى مش عايزين فيها انحياز او عاطفه شخصيه او الحاجات اللي هي بتاعت الانسان دي، فزي مثلا زي القرارات القضائيه، بقى في سيستمز دلوقتي بتتكلم فيه ان هي انت بتدخلها الداتا وهي بترد عليك بقرار قضائي بدون انحياز تبع فئتك او ضد فئتك او مش عارف ايه او الكلام ده. وكذلك في الحاجات الطبيه والمساعدات الطبيه والكلام ده كله، برضو عندنا اتخاذ القرار في كده، واتخاذ القرار كمان في الحاجات المستقبليه، بيحصل بريدكشن، بنقدر نعمل بالحاجات المعادلات البسيطه والشغل البسيط بتاع الذكاء الاصطناعي، نقدر نعمل بريدكشن، والبريدكشن ده يقدر يقول لك خد قرار اشتري ده وسيب ده، ده من ضمن برضه الذكاء الاصطناعي. الفيس ريكوجنيشن من ضمن برضه التطبيقات بتاع الذكاء الاصطناعي، اللي هو بيتعرف فيها الكمبيوتر على شكل الوجه
خلاص وتحديد، ويعرف الودان فين، حق العينين اللي مش عارف ايه، الدماغ، ويبدأ يعمل عليها بقى ايه الشغل بتاعه، زي ما طبعا التطبيق الشهير سناب شات، وفي برضه حاجات تانية زي غير الفيس ريكوجنيشن، طبعا هو يعتبر بارت من الايمج بروسيسنج والريكوجنيشن بتاع الايمج ذات نفسها، وده بيقدر يتعرف على الصور بقى كلها عموما، مش بس الوجه بقى، ويتعرف على ايه الاوبجكتس اللي موجودة في الصورة، وده طبعا ممكن نشوفه في مثلا الجوجل سيرش في الايمجز، ممكن تابلود صورة ويبدأ يجيب لك صور بالالوان وبالاشكال والقريب والكلام ده كله موجود. وفي برضه من التطبيقات التانية برضه بتستخدم برضه في جوجل زي السيمانتيك سيرش. السيمانتيك سيرش ان هو بيسيرش بالدلالة بالمعنى، مش بس بقى بيسيرش بالكلمات، يعني بيقدر يعرف ان الكلمات ليها بدائل، والبدائل دي بتساوي بعض، فانت لو بحسب كلمة كذا مثلا طماطم، او كلمة قوطة، او كلمة بندورة، او كلمة، خلاص هو فاهم ان دي كلمات كلها بديلة لبعضها، رغم انه ممكن يرجح لك نتائج مختلفة، علشان انت بتبقى مايل لكالتشرز معينة او ثقافة معينة، فبيطلع لك النتائج دي الاول، لكن بيبقى من جواها برضو النتائج الاخرى، يعني بيفهم المعاني وبيفهم درجة البعد ما بين الكلمات ومعانيها. وبرضو في التطبيقات بتاعت الاكسبرت سيستمز. الاكسبرت سيستمز من التطبيقات برضو، تعتبر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، اللي هو لو عندي حد عنده خبرة وقد تكون نادرة، انا ببقى محتاج انقلها الابليكيشن، عشان الابليكيشن ده بعد كده هو اللي يجاوبني لو الشخص ده حصل له حاجة، زي مثلا لو عن النباتات مثلا معينة في بلد في حاجات نادرة، وبقى عنده خبرة بالمعاملة بتاعتها وبيحصل لها ايه وظروفها ايه وكلام زي كده، ممكن ننقل الخبرة بتاعته، وبعد كده نبدأ عايزين نتعامل مع النباتات دي، بنقدر نرجع للاكسبرت سيستم اللي احنا عملناه. في برضه السيلف امبلويد ويبون، ودي من الاسلحه ذاتيه العمل، وطبعا دي بيحاولوا يجرموها لكن بقت موجوده، والاسلحه ممكن تتبع الانسان وتقتل مجموعه من الناس او حاجات معينه، زي منها تطبيقات طبعا الطيارات اللي هي بتستخدم في الحروب اللي هي بدون طيار وكلام زي كده. وطبعا لينا تطبيقات برضه تانيه في الفضاء، واذا كانش اصلا اغلب تطبيقات الفضاء كلها بيستخدم الذكاء الاصطناعي، حتى في تحديد التوجه اللي بيبقى صعب جدا، تحديد مثلا الاشارات اللي بتيجي من الاقمار او من الكواكب او من النيازك او الى اخره، او احجامها وقياس احجامها، او حتى الصور اللي بتتاخد ليهم من احجام بعيده ومن كذا مكان وبتتجمع الى اخره، من الحاجات اللي بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي خلال التطبيقات دي عشان يطلع لنا نتائج. مش بس الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل الحاجات اللي بيعملها الانسان، لا، ساعات كمان بيقدر نستفيد منه في ان هو بيعمل حاجات اللي الانسان اصلا بطبيعته ما بيقدرش يعملها. احنا لو فكرنا بس في تحليل الداتا العاديه ديت، لو الانسان عنده قدامه 1000 ريكورد وعايز يعمل تحليل او يشوف العلاقه ما بين البيانات او يستنبط شيء فيهم، صعب جدا على الانسان، رغم ان ده سهل جدا على الكمبيوتر. وبس حتى كمان مش بس كده، ايجاد العلاقات والعمل بريدكشن والكلام ده كله على وتحليل البيانات اللي هي ضخمه جدا، والوقت كمان ده ممكن الانسان حتى لو قدر يعملها الانسان مش هيقدر يعملها في الان تايم اللي بيقدر يعملها الكمبيوتر، ده غير مثلا حاجات زي الطيران في حد ذاته من الحاجات اللي الانسان ما قدرش يعملها، لكن مارسها من خلال ديفايسز اللي هي عباره عن الطيارات اللي بدات تاخد الانسان وتطير، طبعا كلها حاجات ذكاء اصطناعي، والابعاد والبتاع والسنسورز اللي بتدي اشارات وبياخد على اساسها قرارات، والسرعات وتوجه الجو، كلها حاجات ذكاء اصطناعي. حتى السيلف فلاينج بلانز بانواعها المختلفه اللي بقوا بيستخدموها، اللي هي الطيارات اللي هي بدون طيار، سواء بيسموها في الحروب او حتى اللي بيسموها في الدليفري، دلوقتي موجوده في دول كتير، ما هي برضه تعتبر برضه من الحاجات اللي كلها ذكاء اصطناعي. بصراحه ما نقدرش نحصر الافاده اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي، في افادات كتيره جدا جدا، وفي حتى في المجالات، ونقدر نحصرها في مجال مختلف، يعني حبينا بس ندي نبذه بسيطه صغيره جدا نحاول نفهم منها قد ايه الذكاء الاصطناعي مفيد في المجالات المختلفه بنبذه صغيره جدا. ان شاء الله نتكلم فيما بعد عن اهم المجالات المهمه والاساسيه في الذكاء الاصطناعي، نبذه صغيره عن كل واحد.